أم رابط يخير مدرب النصر بين اللاعب الأساسي أو الرحيل؟ كشفت صحيفة مكة السعودية أن الدولي المغربي والمحترف في نادي النصر السعودي دخل خلاف بين مدرب الفريق دانييل كارينيو بعدما استبدله المدرب في اللقاء الماضي أمام القادسية والتي تألق فيها الدولي المغربي حيث ساهم في أحد الأهداف المسجلة. مودريتش ينهي سيطرة ميسي وكريستيانو. لأول مرة في مسيرته الكروية أحرز اللاعب لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، متفوقا على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي. مدرب روما السابق مرشح لقيادة الوداد، انضم التشيكي المخضرم زيمان لقائمة الأسماء المرشحة لتدريب الوداد إذ تم طرح اسمه داخل أروقة النادي. ويحظى زيمان بسجل قوي وتجارب كبيرة بالدوري الإيطالي، أهمها تدريب روما وإشرافه على عدد من اللاعبين المتميزين رفقة بيسكارا أبرزهم ماركو فيراتي ولورنز إنسيني. ليفربول المهول هل يواصل رحلته أم يسقط في بحر المجهول؟ نجح يورجن كلوب المدرب الفني الألماني في صناعة ليفربول قوي للغاية خاصة في ملعبه الأنفليت ليتصدر الدوري الإنجليزي منفردا بعد مرور 5 جولات. ليفربول لديه فترة صعبة للغاية بمواجهة تشيلسي مرتين على التوالي في كأس الرابطة الإنجليزية والدوري، ثم مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ونابولي في دوري أبطال أوروبا. ليفربول في 8 مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي عبر 751 دقيقة لم يقبل أي هدف في ملعب الأنفليد، في المقابل سجل 23 هدفا طوال تلك الفترة الرائعة. الجدير بالذكر إن الرقم القياسي للحفاظ على نظافة الشباك في ملعبه كان لمانشستر يونايتد في 94,900، لمانشستر يونايتد عندما لم يقبل أي هدف عبر 12 مباراة. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.